اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج حديث العلم. في حلقه اليوم هنتحدث عن ذوي الامراض المزمنه وتحديدا اصحاب امراض القلب. منذ بدايه جائحه كورونا هذه الجائحه اثارت العديد والعديد من المخاوف خاصه لذوي الامراض المزمنه ومنهم امراض القلب. أمراض القلب والشرايين بتعد من الأمراض الشائعة واللي بتتطلب تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة بجائحة كورونا. تعتبر أمراض القلب والشرايين المسبب الأول للوفيات في العالم، وقد تؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب أو على جزء من القلب. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا مع الدكتور أكرم عبد الباري، استشاري أول الحالات الحرجة وقسطرة القلب طب القصر العيني، وأيضا عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للقلب والقسطرة القلبية. أهلا بك دكتور أكرم. أهلا بحضرتك أستاذة نجلاء. في البداية خلينا نتحدث عن أهم أمراض القلب بشكل عام. هو القلب عندنا بينقسم إلى أجزاء، يعني في أمراض تخص عضلة القلب، في أمراض تخص شرايين القلب، في أمراض تخص صمامات القلب، وفي أمراض تخص الشرايين الكبرى اللي خارجة من القلب والدورة الدموية. وبالتالي فكل أمراض القلب والدورة الدموية مرتبطة ببعضها. يعني مثلا بنشبه القلب كأنه هو موتور، وأن هو بيضخ الدم للجسم كله من خلال الشرايين الكبرى اللي بتوصل الدم ده لجميع أعضاء الجسم. أشهر يعني أسباب وهن القلب اللي هو النهاية أو يعني الجزء اللي هو بيأثر على وظيفة القلب نتيجة أي حاجة من دول، سواء كانت أمراض شرايين، سواء كانت أمراض صمامات، سواء كانت أمراض الشرايين الكبرى أو ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض خارجية خارج عضلة القلب زي السكر والسمنة والغدة الدرقية. وبالتالي أمراض القلب يعني النتيجة النهائية فيها دائما بتؤثر على وظيفة عضلة القلب. دكتور أكرم، إمتى الشخص يحس إن هو محتاج يزور دكتور القلب؟ يعني يحس إن في وجود مشكلة عنده إمتى؟ هو احنا دايما اقول للعيانين بتوعي او اقول للمرضى دايما احنا نسبق القلب ما يسبقناش. بمعنى ان الوقايه في القلب اهم بكثير من العلاج. يعني ان احنا لو انا عندي شاكك في مرض او عندي امراض مزمنه تؤثر على القلب او على الشرايين زي السكر او الضغط او الغده الدرقيه، او عندي اضطرابات في نبضات القلب، او تاريخ عائلي، او كوليسترول عالي، او انا حاسس باعراض زي مثلا اعراض الام في الصدر، مجهود قليل، حاسس ان مش قادر اقوم بشغلي بطريقه سليمه، استشير طبيب القلب. وانا عايز اقول ان في مصر اطباء القلب مهره وكثيرون، وغير بره. انت بره مثلا في اوروبا عشان تشوف دكتور قلب ممكن تحجز بعد سنه. ايوه، انما في مصر الموضوع اسهل بكتير، وممكن تستشير استاذ القلب او استشاري القلب او اخصائي القلب اللي يرشدك لبعض الفحوص الدوريه التي نحتاجها للاكتشاف المبكر لامراض القلب. دكتور أكرم، هل مرض القلب وراثي زي مرض السكر مثلا او الضغط؟ طبعا في امراض قلب وراثيه اكيد، زي امراض عضله القلب زي الهوكم مثلا اللي هو تضخم عضله القلب، ده ناتج عن جينات معينه واللي بتؤدي الى الوفاه المفاجئه او السكته القلبيه المفاجئه، زي مرضى زي لعيبه الكوره والحاجات دي. ده وراثي 100%. بس هل لو بيكون وراثي؟ يعني مثلا لو عيلة مشهورة بيجي لهم مرض القلب، هل امتى في انهي سن بالضبط؟ ولا لان يعني في ناس بيجي لها مرض القلب وهي في الستينات او هي في الخمسينات، هل ده بيعتبر وراثة ولا ده حاجة عرضية؟ لا، هو غالبا اللي بيحصل الوراثي ده بيبقى مبكر، تلاتينات واربعينات. بتلاقي العائلات معروفة، اقول لك انا عيلتي كلها
اللي مات وهو بياكل، مات وهو عندهم وفاة مفاجأة، عندهم تاريخ شديد من الجراحات القلب في الشرايين التاجية. احنا عندنا مثلا الشرايين التاجية برضو مشهورة بالعوامل الوراثية، وبالتالي ده يخلينا نقول ايه، ان مثلا اللي عنده في العيلة تاريخ مرضي قوي من القلب، من امراض القلب، يحافظ على نفسه، ما يزيدش على نفسه عوامل تانية. بس حضرتك قلت بيكون الوراثي بيكون في سن مبكر، يعني بيصاب بيه في الثلاثينات أو الأربعينات، لكن لما يكون عيلة بيصابوا بالقلب بعد سن الستين أو السبعين، هل ده يعتبر وراثة؟ ساعتها بيبقى الاستعداد وراثي، إنما ليس وراثيا. يبقى في استعداد أكتر. ممكن تلاقي عندهم كلهم تاريخ من مرض السكر. السكر برضو بيمشي في العائلات طبعا. ممكن يكون كلهم مرضى ضغط عالي، فهو ده طبعا بيؤثر بشكل أو بآخر على القلب وشرايينه والشرايين الكبرى، خصوصا أمراض ضغط الدم. طيب أسباب ضعف عضلة القلب وكيفية التدخل لعلاجها؟ هو أسباب ضعف عضلة القلب أهمها طبعا الاحتشاء القلبي أو جلطة الشرايين التاجية. الآن زي ما أقول إيه، اللي بيروح من عضلة القلب ما بنعرفش نعوضه بسهولة. وبالتالي جلطة الشرايين التاجية في جزء من العضلة بيتحرم من الدم فترة معينة، بعدها الجزء ده بيموت، فبيأثر باستمرار على عضلة القلب. وبالتالي لازم أي عيان بيحس بأعراض شاكك حتى انها اعراض قصور في الشرايين زي الام في الصدر او عرق غزير او خصوصا وجع لو سمع في كتفه او ظهره، يتوجه بسرعه لاقرب مستشفى، يعمل رسم قلب وانزيمات قلب ويشوفه دكتور الطوارئ. لو محتاج تدخل سريع يتدخل، يكلموني من كل حته مثلا في مصر، يقولوا لي مثلا احنا في بورسعيد وقريبنا عنده جلطه نجيبه لحضرتك القاهره، ولا اقول له لا انت ادخل في بورسعيد واعمل القسطره. لان الوقت ما تضيعش وقتك في الحاجات دي. واحنا عندنا الحمد لله في كل المحافظات دلوقتي في ناس يعني على قدر عالي من المهاره. دكتور اكرم، هل في علاقه بين اضطرابات القلب الكهربائيه والادويه بشكل عام؟ طبعا. ده مشهور قوي كمان ادويه الانفلونزا والبرد الايام دي. كتير قوي من الناس طبعا تشعر باعراض البرد، تاخد أدوية تحتوي على مادة السودوفيدرين. دي مادة مذيلة للاحتقان ومنعت من معظم دول العالم. المادة دي بتؤثر على ضربات القلب، وفي طبعا بما أن الأدوية دي موجودة في الصيدليات بدون يعني أي حد بيشتريها، ممكن ياخد قرصين في قرصين في قرصين، جرعات كبيرة، فتعمل ضربات قلبية سريعة وساعات ضربات قلب مميتة، فيحصل مشاكل منها. في انواع من المضادات الحيويه، زي الازيثروميسين والاريثروميسين والعيله دي كلها بتعمل نوع من الضربات، ومرضى القلب مش المفروض ياخدوها. وبالتالي خصوصا مريض القلب لازم ياخد ادويه بحساب شديد. طب ايه هي يعني اهم الاسباب اللي بتؤدي للازمات القلبيه؟ اهم الاسباب اللي بتؤدي خصوصا في سن صغير التدخين. أول حاجة طبعا مرض السكر، الضغط المرتفع، الكوليسترول والأمراض الدهون العالية، السمنة خصوصا السمنة الوسطية، والتاريخ العائلي. يعني دي كلها الأسباب اللي بتؤدي للأزمات القلبية. وللأسف كمان دلوقتي في كتير شباب بياخدوا مخدرات كتير، يعني من اللي هي حاجات اللي بيعرفوا يجيبوها كده بسهولة. دي برضو بتعمل أزمات قلبية وجلطات ووفاة مفاجأة، لأنها بتعمل تقلص في شرايين التاجية المغذية لعضلة القلب. لكن الانفعالات والحاجات دي مش بتؤدي للأزمات القلبية؟ بتؤثر طبعا. بس يعني تايب A personality، اللي هو الناس اللي هي شكلها كده عصبية طول الوقت أو منفعلة دائما. طيب دكتور أكرم، عايزين نتكلم عن علاقة فيروس كورونا بأمراض القلب. هل الكورونا بتأثر على القلب بشكل عام؟ طبعا. الكورونا ممكن تأثر على القلب بعدة طرق. ممكن تعمل التهاب حاد في عضلة القلب يؤدي إلى فشل حاد في عضلة القلب، ده حتى لو المريض أثناء وجود المريض بالمستشفى.
لو هي حالة كورونا ممكن يحصل التهاب فيروسي زي فيروس الانفلونزا، ساعات بيعمل التهاب في عضلة القلب وممكن يعمل التهاب في الغشاء التموري اللي هو المبطن للقلب وممكن يعمل، احنا كمان شفنا زي تجلطات زيادة في مرضى القلب، ولقينا كمان ان في مرضى اصحاء حصل لهم ضربات أذينية نتيجة قصور في الدورة الدموية في الأذين. فدي حاجات كتير بيؤثر بيها فيروس كورونا، غير طبعا الأدوية اللي بياخدها المرضى زي الكورتيزون مثلا بيرفع ضغط الدم، بيؤدي إلى أن السكر ما يبقاش مظبوط، فالأدوية لازم تبقى تاخد كلها بحساب. طيب بالنسبة للفرق بين مرض القلب التاجي ومرض الشرايين التاجية، هل في بينهم اختلاف؟ لا هو واحد. انما الفيروس التاجي بقى اللي هو الكوفيد هو انما هو طبعا الشرايين التاجيه هي امراض القلب التاجيه. علاقه امراض السكري وضغط الدم بالنسبه للقلب؟ السكر بيساعد على حدوث تصلب في الشرايين مبكر، خصوصا لو المريض مش ظابط السكر بتاعه. ودلوقتي في تطور مذهل ان احنا نقدر نقيس السكر التراكمي، ده هيدينا تشخيص مبكر جدا لمرض السكر. لقينا ان مرض السكر اللي بيحصل لهم سكر قبلها بعشر سنين بيبتدي الشرايين بتاعتهم تتاثر. فده بدانا نكتشفه بان الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي بيبقى اعلى من المعدل الطبيعي، حاجه بسيطه ممكن 6.2 6.5، وبالتالي المرضى دول يبتدوا ان هم ينظموا غذائهم، يبتدوا ياخدوا ادويه بسيطه تقلل امتصاص السكر، يبتدوا يفقدوا جزء من وزنهم، ده هيخليهم يتفادوا حدوث تصلب الشرايين المبكره. تصلب الشرايين ده بيؤدي ان الدهون بتتراكم جوه جدار الشرايين ويخليها تضيق في مناطق كتير، سواء كانت في الشرايين التاجيه للقلب، في شرايين الكلى، في شرايين المخ، تعمل جلطات المخ. فاحنا مش عايزين ده. فمرض السكر ان احنا نقدر نظبطه من بدري جدا ونظبطه كويس. لكن في ناس مثلا ممكن عندها مرض السكر وبتعمل تحليل صايم وفاطر كل يوم الصبح، وبتلاقي ان النسبه بالنسبه لمريض السكر يعني كويسه ومعتدله، لكن لما بتعمل السكر التراكمي بتلاقيه عالي. السبب مش مسألة صايم وفطر بس. انت بتاخد عينة سكر في لحظة معينة. كويس؟ السكر ده ممكن يعلى نتيجة مثلا وجبة دسمة أو وجبة حلويات. فتلاقي السكر عالي ويفضل عالي ساعات وأنت مش داريان طول الليل عالي. فأنت ما تقدرش تعرف، فعلشان كده بنظبط دايما السكر المظبوط، دايما بنشترط حتى في مرضى القلب إن يبقى الهيموجلوبين السكري فيهم أقل من 7. أقل من 7. أقل من 7. دكتور أكرم، هل 7% يعني؟ 7% طبعًا. هل أمراض القلب بتؤثر على وظائف أخرى في الجسم زي مثلًا الكلى مثلًا أو الكبد بشكل عام، يعني بتأثر على وظائف أخرى داخل جسم الإنسان، وإزاي نقدر نسيطر عليها؟ تمام. القلب زي ما قلت لحضرتك هو المضخه الرئيسيه جوه الجسم، وبالتالي وهن القلب او ضعف عضله القلب يؤثر على جميع اعضاء الجسم، المخ والكلى والكبد والرئتين، احتقان مزمن في الرئتين، قصور في وظائف الكلى، احتقان في الكبد، الحاجات دي كلها بتؤثر على الاعضاء دي على المدى القصير والطويل. وعلاجها هو الاساس، هو علاج السبب، ودايما اقول اهم حاجه في الايه في الطب هو التشخيص. ايه سبب قصور الكلى؟ هل هو القلب؟ اذا نعالج القلب، علاج كويس هتلاقي الكلى اتحسنت. بس بعض ادويه القلب بدون ذكر اسماء الادويه بتؤثر، يعني انا علشان اظبط عضله القلب فبدي ادويه معينه، هذه الادويه بيبقى ليها تاثير على وظائف الكلى، فبالتالي بترفع انزيمتها، الاقي البوتاسيوم عالي والكرياتينين عالي، ف
فازاي اعمل معادله بحيث ان الاثنين ما ياثروش؟ يعني مش عشان اصلح حاجه ابوظ الثانيه. الاستخدام العادل للادويه والمتزن. ها يعني مثلا لو انا عندي احتقان في الجسم وجسمي كله وارم من اضعف عضله القلب، الكلى كمان وارمه محتقنه، ده مأثر على وظيفتها. لو اديت مدرات بول الكلى دي هتتحسن. في نفس الوقت لو انا عندي استمريت على مدرات البول دي فتره اطول من اللازم او بجرعات اكبر من اللازم هتلاقي السوائل قلت في الجسم والكلى اتاثرت. وبالتالي هو الاستخدام العادل والمتزن للادويه والمتابعه المستمره مع الطبيب المعالج. طيب بالنسبه لو اتكلمنا عن منظمات القلب ودورها في العلاج. طبعا منظمات القلب دي تطور هائل في علاج القلب، واحنا بدانا في قسم الحالات الحرجه اللي انا يعني اشرف بانتمائي ليه، ان احنا عندنا منظمات القلب من بدايه ما بدات في مصر. دلوقتي في منظمات بتحسن وظيفه القلب زي المنظمات الثلاثيه، بس دي برضو ليها اختيار معين من استشاري القلب اللي هو ليها مواصفات معينه، في مرضى معينين هم اللي يستفيدوا منها. ايوه. في اجهزه صدمات داخليه للقلب زي اللي ركبها اللاعب الاخير اللي هو كان حصل له توقف في الدنماركي، ده جهاز بيقرا رسم القلب بيشوف اذا كان في رفه بطينيه يعالجها بصدمه. ايوه. فده برضو التطور مذهل، منع حالات كتير من الموت المفاجئ. وفي بقى المرضى اللي عندهم انقطاع في التوصيل الكهربي نتيجه سواء كان بقى نتيجه شرايين او نتيجه امراض اخرى زي الغده الدرقيه او نتيجه السن او نتيجه ان هي عيب خلقي في القلب، دول بيحتاجوا منظم يساعد في التوصيل الكهربي باستمرار. دكتور اكرم، ايه هو الجديد في قسطره القلب؟ يعني العلم بيدينا كل يوم والتكنولوجيا بتقدم لنا كل يوم اشياء جديده بتنفعنا في الطب. ايه هو الجديد في قسطره القلب وايضا في القلب الصناعي؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا مثلا بدات قصه القلب دي سنه 98. يعني في الفتره دي كان في تطور مذهل في قسطره القلب. اولا بقت القسطره اصغر بكتير واسهل بكتير، وبقينا بنعملها من الايد بدل الفخذ، ففتره اعاد المريض في المستشفى اقل. ايوه. نوع الصبغات مختلف اقل ضررا على الكلى. عندنا ادويه بتساعد على استمرار ان ما يفضلش يفضل يحصل ضيق متكرر جوه الدعامات. عندنا دعامات دوائيه دلوقتي غير زمان كانت دعامات معدنيه، دلوقتي الدعامات فيها ادويه تمنع تكاثر النسيج اللي بيقفل الدعامات. هل الدعامات دي بتدوب جوه الشريان؟ دي بقى كمان الدعامات الجديده اللي هي بتدوب لوحدها بعد سنتين. دي لسه في بدايتها لكن برضو ليها مستقبل واعد. فقسطره القلب عندنا كمان دلوقتي حاجات نقدر نشوف الشرايين من الداخل بالكاميرات الموجات الصوتيه زي الايفوس او الاو سي تي، اللي احنا نقدر نشوف الشرايين من الداخل، نشوف الدعامات مفروده كويس، نشوف حاجات احنا مش واخدين بالنا منها. ففي تطور عندنا ان دلوقتي بنركب صمامات الاورطي عن طريق القسطره بدون جراحه. ايوه. وعندنا كمان ان احنا نقدر نشبك الصمام المترالي في الحالات الارتجاع الشديد. يعني في دلوقتي تطور مذهل في التدخلات في عضلة القلب والشرايين القلب. بعض المرضى بيصابوا بجلطات في نفس مكان الجلطة، هل ده بيستدعي يعني متى يتم استخدام بالون لتوسيع هذا الشريان؟ في الحال لو حصل جلطة المريض في أسرع وقت في خلال ساعة ونص أو ساعة، العين يدخل القسطرة نسحب الجلطة دي أو نشفطها أو نوسع المكان المقفول وبيرجع الدم يتدفق يمشي بصوره طبيعيه، يتدفق بصوره طبيعيه يساعد ان عضله القلب دي ما تتاثرش، لان احنا عندنا في الاخر الهدف هو الوظيفه. طيب الجديد في القلب الصناعي؟ القلب الصناعي بقى فيه منه، دي بقى شغلتي شويه. أيوه. يعني القلب الصناعي دلوقتي فيه منه مؤقت زي جهاز الاكمو. ده جهاز بيستبدل القلب والرئتين. ده بيفضل مثلا لو عين عنده التهاب فيروسي او خد دواء اثر على عضله القلب او حصل له حاجه مؤقته مثلا جلطه حديثه ورجع الشريان بس القلب لسه ما استعادش وظيفته وفي هبوط شديد في الدوره الدمويه،
او مثلا مريض عنده عضلة القلب ضعيفة جدا وعنده ضيق متعدد في الشرايين والجراحة مش عارفين يعملوا له عملية علشان خايفين عليه. فدول ممكن نعمل له باستخدام الأجهزة القلب الصناعي او المستبدلة للقلب في أوضة القسطرة، وده احنا بنعمله دلوقتي في القصر العيني للمرضى دول مجانا، ان احنا بنعمل لهم استبدال او دعامات للشرايين المقفولة دي على مكنة الأكمو، لان ده هيساعدهم على المدى الطويل وكلهم استفادوا الحقيقة. هل في مرضى قلب كانت عضلة القلب عندهم ضعيفة قوي بنسبة 20% او 30% وبنشوفهم مثلا ممكن يكونوا عايشين طبيعي، في المقابل مرضى عضلة القلب عندهم 40 و45 و50 ومع ذلك بتبقى حالتهم الصحية صحيح تعبانة؟ الفرق بين ده وبين ده؟ الفرق بين ده وبين ده كذا حاجة. اولا هو الرقم اللي في المية ده مش ابسوليوت، يعني هو مش مفهوم حقيقي او فقط هو ده اللي يقول لنا ان ده كفاءة القلب، مش ده مقياس واحد كويس، لكن التوافق في الضخ ده مهم. في ناس عندهم كوموربيديتيز، امراض تانية كتير بتاثر ان هي بتزود احتياجات المريض من الدوره الدمويه، فبتخلي ان القلب مش قادر زي مثلا واحد ضخم، فهتلاقي ان حتى لو القلب 40 ممكن يشتكي. ايوه. طيب دكتور اكرم، زراعه القلب لو هنتكلم عنها امتى نقدر نقول انها تطبق في مصر؟ أول ما يبقى فيه قانون واضح، وزي ما نقول سنترز كمان تقدر إن هي تعمل زراعة القلب بكفاءة ونظام نقل من متبرعين حديثي الوفاة، ساعتها هنقدر نعمل زراعة القلب، لأن العملية نفسها مش مشكلة، إنما هي محتاجة رعاية فوق الوصف في محيط العملية وفي ترتيبات. انت هتتكلف كتير جدا عشان تلاقي المتبرع اللي هيدي اللي محتاج، ولازم يبقى عندك ليست واضحة، ولازم يبقى عندك نظام نقل القلب بصورة واضحة، وجراحين واطباء رعاية مركزة على مستوى عالي جدا، وعندك تدريب عالي المستوى على الاكل. بس دايما زراعه القلب بتبقى يعني في العالم كله بتبقى من شخص متوفى. شخص متوفي طبعا. طيب هل اي قلب ممكن يتقبله الجسم ولا ممكن يلفظه؟ بالفصيله نفس فصيله الدم والحجم. فهو بيقيس الفصيله والحجم، فلو لو كان كده خلاص بيبقى في ليست وتوافق ما بين ده فصلته كذا وده فصلته ده في الحته الفلانيه وده في الحته الفلانيه، ننقله القلب بطريقه معينه وتكنولوجي معين للمنطقه الثانيه ونزرعه له. لكن دلوقتي اللي ماشي في كتير قوي من دول العالم القلب الصناعي الدائم، اللي هو مضخه حديديه داخل بتزرع داخل جسم الانسان كويس، وبتفضل معيشه لغايه لما سواء هو مثلا سنه كبير فبيعيش بيه على طول، او سواء ان هو لغايه لما يتحط على لسته زرع القلب. يعني احنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات، احنا استفدنا، انا استفدت عامه، واتمنى الساده المشاهدين يكونوا استفادوا من حضرتك دكتور اكرم عبد الباري، استشاري اول حالات الحرجه وقسطره القلب بطب القصر العيني، وايضا عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه للقلب والقسطره القلبية. حضرتك شرفتنا على شاشة النيل للأخبار. ده شرف لي يا فندم. شكرا أستاذة نجلاء. شكرا ليك يا دكتور. مشاهدينا انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم، الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.